الله يخليكم، الله يخليكم. ولي ولد استشهد في المركز في الساحل، وهو دي معاش غيره، هو والبيت. الله يخليكم. نعم لي سنتين واحنا غلابه ديك شاي. الحمد لله، ربنا يخليكم لينا يا رب. الله ينصركم يا رب. مبروك يا اخي. الله يبارك. انت كنت متوقع ان انت لا والله العظيم كنت متوقع خالص. البركه في سياده الرئيس بصراحه. انت كان قد ايه المبلغ كبير يعني؟ مش عارف والله، هو مبلغ كبير. والسيادة الرئيس بصراحة أول ما كشف الدوسيه بتاعي وعرف إن أنا تبع أسر الشهداء، وأخوي اللي استشهد في أحداث الإخوان في 14/8/2013. في رسالة عاوز تقولها النهاردة؟ والله مش قادر يعني أتكلم. أنا بشكر سيادة الرئيس، مش هوصف لك فرحتي إن أنا اتقابلت مع والدتي. أنا مدة الحكم، مدة الحكم وعيال أخوي، أدي مراتي أهي وهي بنت هات ليه معاك اهو، خالد ووليد وخلود ومراتي ومرت اخوي، مرت الشهيد، مرت اخوي. قول للبابا النهارده والدتي فرحتي. قول للبابا عاوز تقول له ايه؟ ها؟ ان شاء الله ينصركم. مبروك يا بابا. يلا ربنا يخليك. الله يخليك. الف شكر للست المسؤول، للست الرئيس. شيكات والله وكنت فاتح